دكتور، يعني في البداية عاوزين نعرف من حضرتك إزاي قدرت الخريطة العمرانية الجديدة اللي تم إعادة رسمها في مصر الجمهورية الجديدة إن هي تغير شكل المنظومة ككل، منظومة السكان كمان، وتقدر ترفع من كفاءة الاقتصاد في مصر؟ هو المنظومة العمرانية بعد 2014 ما بدأتش بأسلوب تلقائي، ولكن تمت من خلال استراتيجية عمرانية وضع لها محاور أساسية. أول محور كان في الاستراتيجية العمرانية هو التخلص من المساكن شديدة الخطورة، الإسكان شديد الخطورة اللي هو متمثل في العشوائيات. وده كان تحدي كبير، لأن الإسكان العشوائي له تاريخ في مصر طويل قوي. صحيح. ولم يحدث التخلص من الإسكان شديد الخطورة إلا بعد 2014، بمعنى إن تم تصنيف الأماكن اللي فيها إسكان عشوائي إلى درجة أولى، تانية، تالتة، رابعة، درجة أولى وهي شديدة الخطورة التي تمثل خطورة شديدة على الأرواح والممتلكات، ومن ثم كان من الضرورة إن احنا نبدأ بيها، وده اللي حصل فعلا. بدأت في مناطق عديدة في السيدة زينب، في تل العقارب، في المواردي، كل هذه المناطق. تل العقارب كانت منطقة فعلا منطقة غير إنسانية بيعيش فيها آلاف من المواطنين، اللي أصبحت الآن روضة السيدة. حصلت الطفرة بقى دي، أصبحت الآن روضة السيدة، بعد ما كانت مكان غير آدمي، مكان فيه كثافات سكانية عالية وأماكن غير آدمية ما فيهاش لا تهوية ولا إضاءة ولا خصوصية. دكتور، عن اللي يكونها بؤر إجرامية كمان. ما هي دي بقى الجزئية التانية، إن الإسكان العشوائي كثافات عالية، حياة غير إنسانية، وبالتالي هي بتعتبر حضانة للخارجين على القانون، وبالتالي أيضا ارتفاع معدلات الجريمة في هذه المناطق. لكن النهاردة لما وإحنا معديين جنب تل العقارب سابقا اللي هي اسمها النهاردة روضة السيدة، هنلاقي مساكن آدمية، الوحدة السكنية فيها إضاءة طبيعية وتهوية طبيعية، في فرص عمل، في محلات تجارية. يبقى إذا ما حدش اتنقل من مكانه، لأن النهاردة لما كنا الدولة بتزيل عقار في الإسكان العشوائي شديد الخطورة، كان قصاد المواطن ثلاث خيارات: إما إن هو ينتظر حتى يتم إقامة إعادة البناء منشأ آخر قانوني زي ما حصل في روضة السيدة، أو إنه يحصل على مقابل مادي، ده كان حاجة تانية، أو إن هو يروح منطقة زي منطقة الأسمرات اللي هي وحدة سكنية كاملة. حي الأسمرات مدينة متكاملة، يعني مش بس مدينة، هو بيدخل على وحدة سكنية كاملة التشطيب، كاملة التأسيس. كاملة التأسيس يعني إيه؟ يعني فيها جميع مفروش الأجهزة الكهربائية والأساس كامل. الأسمرات فيها نادي، فيها مستشفى، فيها فرص عمل. يبقى إذن بتتنقل حياته من حياة في إسكان شديد الخطورة إلى إسكان آدمي